اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في منصة الرياض اليوم. اليوم معنا ضيف جميل وكثير الناس شافوه من خلال الكوميديا، بدأ من زمان من خلال طاش مطاش وغيرها من المسلسلات السعودية المعروفة، يجمع بين التمثيل والإنتاج. مثلنا اليوم وضيفنا اليوم هو خالد منقاه. اهلا بك ابو احمد معنا في رياض اليوم. الله يعطيكم العافيه وانا سعيد فيك وهالشباب السعودي الطموح، الله يوفقكم ان شاء الله وعساك مع القوه. الله يعطيك العافيه. ابو احمد بدايه احنا سعيدين بوجودك معنا في رياض اليوم، ونعرف ان الحلقه ان شاء الله بتكون مثيره كما تعود الناس، ان ابو احمد دايم يتكلم بالصراحه. ابو احمد بدايه خلني اسالك سؤال واقول لك، خالد منقاح وين يرى نفسه، فنان ولا منتج؟ والله انا منتج في الاساس، بس ارى نفسي فنان في المسرح لاني اعشق المسرح واغلب انتاجي كل مسرحيه. اغلب انتاج مسرحي. طيب لو تحدثنا مع ابو احمد كبدايتك في التمثيل السعودي، متى بديت التمثيل السعودي؟ بديت تقريبا قبل 27 28 سنه مع محمد العلي الله يرحمه، واغلب الممثلين اللي على الساحه الكبار طبعا اللي في جيلي وكذا عن طريق محمد العلي وابو عبد الله الله يرحمه، كان مدرسه لنا، وكان انا كنت كمدير انتاج عنده. فقال لي خالد ليش ما تمثل؟ لانه يشوفني امزح انكت جوي حلو كذا. فقلت بجرب نفسي، ان شفت نفسي وفي قبول واصلت، ان شفت نفسي انه والله ثقيل دم وكذا سحبت نفسي. فسبحان الله اول ثلاث مشاهد كنا الله يبعدنا وياكم الشر في السجن. فلما صورت صفق، وكان في مخرج اسمه تيسير عبود، قال تصدق استاذ تيسير انه خالد اول مره في حياته يوقف امام الكاميرا. فبعد ما عرضت الحلقة في الليل رحت كوفي في شارع التحلية، مريت جالس كذا، لو مرني واحد قال لي يا أخي أنت كذا واستمر والإمام الأمام وكذا، وطالع وراي أفكر أفكر في أحد ما تعودت على الشهرة، تعرف ذيك الأيام لا في لا ديش ولا شيء، قناة هو لا ثانية وخلصنا. فكان كل الناس تتابع، فعرفت أنه شيء حلو كذا، صرت أسمع صدى الناس استمريت في التمثيل. طيب خالد أنت عرفت من خلال مشهد علي ابو علي، كيف جاك المشهد ذا؟ من اللي عرض عليك المشهد؟ والله كانت الحلقه بطوله ناصر وكانت ميته، وانا طبعا في ورشه النصوص بالاضافه اني انا في الانتاج ومدير العلاقات العامه. فقلت يا ناصر الحلقه يعني بارده ما في الا انت ولا انت وزوجتك وانت وزوجتك ثاني. قال طيب، قلت ليش ما يصير ولدك؟ وحلق اصلا، وتعرف انا جنوبي ومنها انا كذا كذا انا معاك، لان اللهجه الجنوبيه انا اللي اعطيها ناصر القصبي، انا والوالده الله يخليها لنا. فكذا كذا قال يلا، واروح على طول بخمسه ريال ذيك الايام حلقين بخمسه وصفر ويلا. هذه والله يعني ما كان فيها لا دور معين ولا فيها، جت كذا وتعلقت فيها وتعلقت فينا الى وصلنا لهلا السن الجميل. طيب ابو احمد لو تكلمنا، احنا ما نبغى نتكلم، صارت لك مشكله من ناصر القصبي ومشكله طاش مطاش اللي صارت والاشياء اللي قلت تكلمت انا كثير طلعت كثير، ما نبي نتكلم عنها. خلينا نتكلم يعني ليش طاش مطاش تفرقوا؟ وش السبب اللي خلى ناصر وعبد الله السدحاني يتفرقون عن بعض؟ النية من الاخر. النية. بس انت بتفهمها والجمهور يفهمها، النيه. اذا كانت نيتك طيبه الله بيوفقك وبيسخر لك، وصلت الى اسم جميل ووصلت الى نجوميه. حافظ، مو زي ما قال اخوان المصريين، من السهل انك توصل للنجوميه لكن من الصعب انك تحافظ عليها، وهذا اللي قاعد يصير مع اخواننا. طيب بكل صراحه، هل ترى ان طاش مطاش لما فقدنا طاش مطاش المجتمع السعودي يتكلم؟ هل طاش مطاش كان نوع من النوع اللي يخلي الشعب السعودي او المواطن الخليجي يضحك كثير؟ لا، بقول لك شغله، طاش مطاش نجاحه اول شيء عرض في فتره ما كان فيه دشوش ولا كان فيه تعدد قنوات، وعرض في فتره اول عمل يتجاوز الخطوط الحمراء طبعا باتقان وبادب وطاش مطاش. فكان طاش مطاش الوقت اللي يعني لو طاش عرض في هالفتره ما كان راح ينجح بهذاك الصدى، لانه عرض في فتره احنا ما في الا هو طاش مطاش، وكان يحرض في الوقت الجوهري ولا كان في الا قناتين زي ما تفضلت. فهنا طاش طلع كويس.
طيب معلش ابو احمد، كثير ناس لما عادت قناه ذكريات اللي وجه بها وزير الاعلام الدكتور ماجد القصبي يعني شدت العالم، ذكريات طاش لما رجع طاش العالم استانست، قالوا صح. فقدنا طاش، المسلسلات الجديده انتقدوها صح. ما هي يعني ليش؟ طيب بقول لك شغله، لانه انا قلت لك كان في جرعه في طاش، جرعه في اغلب الدوائر الحكوميه كملاحظات اغلب الافكار، فكان في جرعه، وذيك الايام كان في خطوط حمراء والناس وتحمسوا والناس دعوا والناس يعني صار في حماس انه يشوفونه ويتابعون العمل بشكل حلو، فعشان كذا نجح طاش. ابو احمد لو تكلمنا عن ناصر القصبي، يعني ناصر مثل مسلسلات بعد ما ترك طاش وعبد الله، وايضا ابو تركي توجه للمسلسلات، هل ترى انه نجح ولا ما استطاع النجاح؟ والله انتم شفتوا وشفنا احنا السوشيال ميديا ايش كتبت وايش قالت، يعني بالعكس يعني شيء يؤسف انه اللي قاعد يصير، يعني كل العالم يعني استنقذت اللي قاعد يصير، يعني حتى الدليل احنا ما حسينا، طبعا رمضان ما حسينا ان رمضان اكتمل لما جابوا درب الزلق. فعلا يا اخي عمل، انت قاعد تحكي عن 44 سنه عمل، كل من شافها السعودي وغير السعودي، العربي وغير العربي، تشوف العمل يا رجل كانك توك تشوفه، الضحك، الاعمال اللي عرضت انت شفتها، يعني ما في عمل كان يشاد له بالبنان صراحه. وللاسف انه هذه مثلنا احنا كسعوديين، انه والله السعوديين ما عندهم محتوى، السعوديين ما عندهم مخرج كويس، السعوديين ما عندهم ممثلين كويس، طيب ليش احنا ايش ذنبنا؟ خص يا اخوي، قول فلان وفلان، لا تقول السعوديين، يعني انت من انت انت الان انت مكشوف قدام العالم كله، عرفت؟ واحد يعفط لي وجهه، واحد شوي شوي يطلع يضحي، يعني ما عاد في لا كوميديا صح ولا في تراجيدي صح ولا في، والقصص كلها ممله، ويعني تبغى تشوف شيء اقسم بالله انه، وبدليل الان الناس كلها توجهها في الانترنت، يعني كل والله العظيم عندي تلفزيون اقسم بالجلال الله، عندي تلفزيون طبعا انها قاعد 8 سنوات طافيه ما اشتغلت الا مع الحجر. يعني انت الحين قاعد تقول التوجه القادم كله السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، نجاحك في السوشيال ميديا، اعلاناتك في السوشيال ميديا، شغلك في السوشيال ميديا. يعني معليش، يعني السوشيال ميديا. طيب هل بنرى انتاج مسلسل في السوشيال ميديا يكون خالد منقاح له؟ والله ليش لا؟ انا وقعت قبل فتره مع نجوم السوشيال ميديا اسماء كبيره على اساس كان عندي زي التطبيق. وفكرة هذه لا زالت تراودني يعني، وبالعكس، لكن ايش المشكلة؟ في مشكلة انه مو شرط اني في السوشيال ميديا اعرف امثل، ترى الواحد يقدر يمسك الجوال يا مرحبا اعطيك، كل واحد يقدر يمسك الجوال، بس انت هالكاميرات اللي تشوفها الثرات وحش، كما قال اخواننا المصريين ان لم تاكلها اكلتك. خليني اسالك ابو احمد عن الفنانين في السوشيال ميديا، الشباب اللي اليوم بعضهم طلع واستطاع انه يبرز نفسه. هل انت يعني في استضافه سابقه استضفنا استاذ محمد الغامدي رئيس جمعيه المنتجين، ممكن تعرف استاذ سبعة نعم طبعا استاذنا. طيب تكلم وقال ان الفنان في السوشيال ميديا هم نجوم في السوشيال ميديا، وفنانين التلفزيون هم نجوم وابطال في التلفزيون، يعني اللي بيشتغل في السوشيال ميديا مو قادر يشتغل طبعا، هل هذا صحيح؟ لا فعلا بعدين بقول لك شغله، يعني بدون مع احترامي حق السوشيال ميديا وعلى ذا، يعني حق التلفزيون ثابت مهما، يعني ما في، يعني زي ما يقول يا جبل ما يهزك ريح، تلفزيون ثابت، بس السوشيال ميديا اشبه ما يقول لك فقاعات الصابون، في اي لحظه طق تنتهي، يعني ما في ممثل طلع من السوشيال ميديا الا طلعوا، بس انا اتكلم مش احنا نتكلم، ما ادري انا فهمت السؤال غلط او انك ما وصلت لي صح، اتكلم انه النجم السوشيال ميديا يعني ما في زمن معين ويستمر، يعني شفت انت بالعشرات بل مئات اللي مروا على الساحه واختفوا، بس عمرك شفت ممثل اختفى؟ ما يختفي، يمكن يتاخر يغي فتره ينقطع فتره يجي، فهمت؟ ولا حضوره ولا، بس السوشيال ميديا يمكن ضرب في شغله، مشكله السوشيال ميديا عندنا يا يكون في محتوى جيد وراقي ويستفيد منه، ولا محتوى يا اخي يخجل، يعني يخجلك على مستوى العائله، يعني ما في لا محتوى كويس ولا احترام المبادئ ولا التعاليم الاسلاميه ولا، يعني شيء تهريجي وللاسف،
في ناس لا ماخذين محتوى صح، ماخذين لهم رسالة حلوة، مسوي يعني قدوة، وفي ناس يعني. طيب أبو أحمد، هل ترى أن المشاهير السناب شات اليوم أثروا عليكم في الفن والإنتاج؟ لا والله بالعكس، نفرح لهم ونشتغل مع بعض وأصدقاء. أنا أتكلم عن نفسي أنا، يعني أنا الحمد لله فضل الله ما عندي أي عداوة، حتى لما تكلمت عن فلان ولا علان كله عتب ترى، فكله بنحب العكس، احبهم ونفرح لما ينجحون، ونفرح لما وحتى لما يكون مثلا عندهم بعضهم عندهم قنوات، والله العظيم اني اقول لهم، اقول اتشرف اني اشتغل معكم في قنواتكم، يعني ندعمهم كممثلين ويصير في ترابط. وانا بالنسبه لي يمكن في ناس تغار منهم، في ناس ما يعني ما تساعدهم، لا انا يعني في فنانين، صديق في فنانين يغارون من حق السوشيال ميديا طبعا، فيه ليش لا، فيه اكل الجو عليهم، اي يعني اكل الجو طبعا. لما وش متى يحس بالغيره؟ لما يكون منطقه عامه وهذا ضيف شرف، هذا ضيف شرف، هنا تبدا الغيره. لما اشوف ذو يصوروا وش انا، طيب انا في الفن، انا في التلفزيون، هنا الغيره ترى. طب ابو احمد، ما نتكلم عن جيل يعني الان تطور التكنولوجيا جديده، ان هم حق السوشيال ميديا او حق السناب هم اللي قادرين انهم اليوم يثبتوا نفسهم على الفنانين؟ ما فهمت عليك. يعني الان حقين السناب مشاهير السناب هم القادمين بقوه، ايه ما ترى انهم قادمين بقوه لهم؟ قادمين بس اوكي، قادمين بقوه اذا حافظ على الرسالة اللي وصلها. زي عندك أخونا محمد خير، أحمد اسمه، محمد خير الله، رجل أبدع، عنده قنواته، عنده متابعينه، عنده محتوى جيد، عند في ناس كثير ترى في السوشيال ميديا برزوا وعندهم شيء يقولونه، عرفت؟ في ناس لا، يعني في ناس سوري بالكلمة منافق، يعني يقول لك كلام وانت عارف انه عكس. في ناس لا كويس، في ناس كذا، عرفت؟ فاللي ينجح هنا اللي عنده محتوى كويس وماشي على خط واحد، هنا ينجح. وليش؟ لانه انا بحبه، انا اصير اتكلم عنه في المجالس، والله فلان ادمي عنده محتوى، اصير ايش اسوي له دعايه. ليش؟ لانه هو احترم نفسه فاحترم الناس وكثروا متابعينه. ليش؟ لانه يقدم محتوى كويس، فهنا يزداد العدد عنده. الاستاذ محمد الغامدي في لقاء معنا قال ان سابقا يعني زمان بدايه الفن في السعوديه كان تأثير بعض الجنسيات العربية على الممثل السعودي والمنتج كان لهم تأثير قوي، ما خلوكم تدخلون السوق، هل هذا صحيح؟ ما فهمت. يعني هو حدد ان قال الجنسية اللبنانية كانت مسوية مسيطرة على السوق، ما كنا نقدر ننافس. اي طبعا طبعا صدق مرة كان مسيطر. اي كان مسيطر بقوة، اي ف خلاص مقيدين يعني. السعودية الله يعزها ما قصرت، حتى لو تذكر الأعمال ما أدري عاد أو سمعت عنها قبل 37 سنة 35 سنة، كان مثلا مصر تشتري منكم مسلسل، السعودية تشتري مسلسل مصر، بس تشرط أنه يكون معكم ممثل سعودي، دعم للشباب السعودي والممثل السعودي. كانت جميلة فكرة. أيوة، فكان يطلعون أكثر من جدة، لأن جدة قريبة من مصر، ويروحوا مثلا يجهز لهم مشاهد بخميس وجمعة، يكون مثلا موظف هناك الفنان السعودي فيحطوا له مشاهد ايام. فكانت ماشيه كذا، وكان ما يعني، وكانت السعوديه شوف يعني لدرجه انه تفرض شبابها، الله يعز حكومتها، تفرض شبابها على جميع القنوات. هل هذا الشيء باقي موجود الى الان؟ لا. ليش؟ ما ادري. ولا اول انت كمنتج ليش ما تسويها؟ لا بقول لك شغله، اول في كان في دعم، وكان في 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 فكان ياخذون مسلسلات سعوديه ومن مصر ومن سوريا ومن كان فيه، بس الان يلا شايف الوضع الان، يعني يلا عمل في السنه الثانيه يعني عملين ثلاث ما تصير فيه، فعشان كذا ليش ما ليش اول وليش الان؟ طيب المسلسلات السعوديه هل ترى انها استطاعت انها تنافس المسلسلات الكويتيه او الخليجيه ولا ما قدرنا حتى الان احنا؟ وش مسلسلات ايش؟ السعوديه؟ السعوديه والله شوف، انا اتكلم عن الاعمال الخليجيه والله ولا في لها تنافس، وانها يعني تشوف هذا الفيلم وتشوف الثاني نفس التوجه ونفس الفكره ونفس الممثلين، اقسم بالله العظيم انك يا اخي تحس الحين زي ما نقول شلاليه صارت اكثر من شلاليه، صار ممثلين صار ساكنين مع بعض، اقسم بالله يا رجل يعني الفيلم شوف ذا نفس الافلام نفس معليش شوف نفس الفيلم هذا نفس الممثلين في هالفيلم في هالفيلم في هالمسلسل، سلامات يا اخوي، نبغى عشان نركز غير عشان نفهم، عط فرص للشباب الثاني. انا ما اتكلم عن نفسي انا لدرجه بالدليل، انا عندي افلام انتجتها والله ما حطيت اسمي كممثل، وانا منتج، انا اللي دافع، وهذا سمير عارف السنه المخرج ان سمير اللي ترجاني اني اخذ دور،
وانا منتج. ما انا ما اتكلم عشان تقول انه يا اخي اعطوا فرصه للشباب، اعطوا فرصه للناس، اعطوا فرصه يا اخي، اعطوا فرصه للكتاب، اعطوا فرصه للاخراج. هذول شبابنا، اذا ما وقفنا معهم نوقف مين؟ تروح معليش شو بتجيب لي واحد من برا؟ طيب يا اخي عندك شباب يا اخي دارس 4 أو 5 سنوات يا اخي، اخراج، مونتاج، مكساج، تصوير، اقسم بالله مبدعين. طيب ليش؟ ليش تروح تجيب من برا؟ ليش؟ طيب عندك شباب مبدع. ممكن يعني التكلفه اكثر من لا بالعكس، هذاك يجيب يوميته ب 2000 دولار مصروف جيب، تذاكر سفر، درجه اولى، فندق 5 ستار، بالعكس هذا يخسرك اكثر، هذا ساكن بيته وجايب سيارته ولا مصروف جيب، وتلاقي مسكين له تقول له ذا قال لك يلا. طيب ليش ما نجح الشاب السعودي؟ نجح يا اخي، عطى فرصه وينجح. طيب ليش ما اعطيتهم فرصه انتكم؟ احنا اعطي، انا جبت سمير عارف، انا ما جبت سمير عارف. يعني سمير عارف انت اللي برزت وظهرت في طيب ايوه، انا اذا عندي عمل سمير تعال، انا ما يعني عندك احمد دخيل الله، تعال يا احمد دخيل الله، عندنا مخرجين كويسين يا جماعه، بس اعطهم فرصه انت. يعني ليش ما ليش تجيب من دول ثانيه بدون ذكر اسماء؟ ليش تجيب؟ يا اخي اي عمل بينجح لما يكون المخرج حقه من نفسه، وانا دائما اقولها مقابلاتي، جيبها من نفس البلد يا اخي، يعرف الافيهات، يعرف النص، يعرف الاكسسوارات يا اخي، يعرف حتى ملافظ الحروف اذا انت غلطت ولا لا، او اذا مثل غير سعوديه. يا اخي المخرج السعودي بالعكس يا اخي يريحك، ينجح عملك يا اخي. يعني احنا في التمثيل السعودي عندنا شلاليه اي، وشلاليه موجوده من زمان. من زمان اوكي، هي شوف في العالم كله، في العالم العربي كله، عرفت؟ لكن في اوروبا، واوروبا لا، اوروبا تتعدى، تشوف الفيلم هذا تلاقيه طاقم مغير، المخرج لاول مره، الممثلين لاول، عرفت؟ هنا المشكله الشلاليه. طيب خالد منقاح تكلم في يوم من الايام عن مشكلته مع ناصر القصبي عبد الله السدحان، وانه كان له دور في العمل حق طاش مطاش منذ ان بدا حتى الان. هذه سالفه معروفه للناس، ما نبي نتكلم عنها، نبغى نتكلم عن سالفه صارت بين طارق العلي وحسن البلام، او طارق العلي وهي الشعيبي. طارق العلي ظهر اكثر مره كان يقول اني انا اللي ابرزتهم، اليوم يعني زي اللي يقول اني انكروني او الشيء ذا، ابتعدوا عني. ايش رايك انت في كلام طارق العلي؟ أنا شوف عشان طارق زميل وأخو، الله يمسيه بالخير، وهي الشعيبي أخت عزيزة وغالية وشباب، لكن التفاصيل هذه والله ما لي علاقة فيها. يعني أشوف مثلا فيديو نزل حسن البلام، فيديو نزل طارق، أشوفها، لكن تفاصيلهم حياتهم والله ما عندي أي، يعني من قال لا أدري فقد أنت ردتين رد بالهماسي. بس لا والله، بس أقول لك يا صدق، يعني أقول لك لا، وأنه طارق وطارق قال لها وقالت ما. أبو أحمد خلنا نتكلم عن مسلسلات الدرامية في رمضان، شفنا مشاركة أو تمثيل للفنان خالد الرحمن اتجاه التمثيل، شو رأيك في شخصية خالد الرحمن في المسلسل اللي خلص؟ والله شوف هو كمطرب مبدع ورائع أبو نايف، لكن زي أنا مثلا ممثل قالوا يلا غن، تلاقيني يمكن في البدايه ضعيف، في العمل اللي بعدها كنت مرنت على الكاميرا، على الاخراج، على النص، شوي يعني كبدايه له انه كويسه وموفقه. يعني موفقه لابو نايف كبدايه له، ترى العمل جميل. العمل انت ما شفت العمل، انا ما شفت انا اتكلم عن شخصيته، وليس ما تكلمت على محتوى ولا شيء، لاني ما شفت العمل، بس شفت لما كذا مشهد خالد عبد الرحمن انه كبدايه له انه كويس. هل ترى الفنان لو صار مغني عادي او المغني فنان؟ لا مو شرط، بس مو شرط ينجح ترى على فكره، مو شرط. يمكن خالد عبد الرحمن نقول مستواه 60% مثلا او 70% عشان لا يزعلون. جمهوره، وهو ابو نايف له قامه طبعا ورجل عظيم، لكن تكلم انه في عمل ثاني يمكن يوصل 90%، مو شرط. زي انا مثلا والله دخلت انا ممثل ودخلت اغني، يمكن في الاول 20% في ال 30% يمكن صرت سيارات، فمو شرط. هي هو كتجربه، وحتى لو شفت مقابلاته قبل المسلسل انه عرض وقاعد يفكر ويستخير ويسال و يعني بالعكس الرجل فاهم الوضع. طبعا يمكن اخفاق خالد او ما شفنا خالد بالشيء انه ما حد ساعده في الموضوع كممثلين، انه سو كذا، مثل كذا، اد كذا، ترى هذه مهمه لانه شيء عالم جديد للفن. ولا ابو نايف ذكي وشاطر وما شاء الله عليه كبدايه روعه. طيب الحين بعض الممثلين يحاول يحرص انه يدخل ولده في مجال التمثيل معه، هل هذه خطه تنجح او ما بناجح؟ يعني طارق علي شفنا دخل ولده في مسرحيات صح، يمكن ما نجح. عبد الله السدحان دخل ولده تركي في التمثيل، مو شرط. اي صح، هل ترى تنجح او ما تنجح؟ لا انا ما تنجح، بقول لك شغله، انا اولادي دخلوا التمثيل لدرجة مش عشان انهم اولادي، قسم بالله كان ياخذون بطولات، خاصة احمد الكبير كان ياخذ بطولات.
فجأة لما صار في أول ثانوي وثاني ثانوي قال أعطيته نص، كان عندي عمل بطولة لا مطلقة، قال ما أبغى أمثل. لا سألته ليش ولا سألته إيش صار ولا ناقشته إلى يومك. خلاص هو دخل التمثيل كان مقتنع، أخذ بطولات كان مقتنع، ترك التمثيل كان مقتنع. أنا عمري ما فرض شيء، ورغم أنه مش عشان ولدي يقسم بالله تشوفه يمثل بسم الله عليه مرة. من تشوف الممثلين الصاعدين الشباب اللي استطاع يثبت نفسه؟ مطرف فواز ممثل، ولد نجم ماجد ابن الوز عوام زي ما يقولون. ممثلين الآن قادمين في الساحة جدد تشوف أنهم أثبتوا نفسهم وناجحين ولهم بطولات قادمة؟ كثير والله. شف احنا ايش مشكلتنا؟ اعط فرصه للشباب. يعني في ناس بيطلعون والله العظيم يا شيخ ناس زي ما اقول اهل نكته. اعط فرصه للكتاب واعط فرصه للشباب المخرجين واعط والله تنجح، والله تنجح الدراما السعوديه والدراما الخليجيه. اعط فرصه يا اخي، لكن تشوف نفسهم هذول الشله في هذا العمل جميع الدراما جميع دول الخليج بدون استثناء هذا نظامهم. تلاقي فلان مع شلته وذا فلان مع شلته، شايف الوضع وكل العالم شايفه خلاص خلينا ملينا. طيب انا اتكلم كمشاهد، انا ما اتكلم كمنتج. يا اخي الى متى؟ اخي غير يا اخي غير ممثلين. شوف حسن عسيري اعطى فرص بعض الشباب وبرزوا ما شاء الله وكويسين واعطوا واعطوا واعطوا. وين يا اخي السنه هذه وين اسعد الزهراني؟ ما سالت نفسك وين عبد الله الزهراني؟ وين في ممثلين؟ فين طارق الحربي؟ في ممثلين جايين رايحين وين بذا السنه؟ ليش ما ليش احنا 18 20 سنه هم اربعه اللي متصدرين واربعه نفس الرفيهات حو ويعني حتى يعني ماخذين لغتنا ولهجتنا حو يعني ماخذين عرفت؟ والله يا اخي يعني اس بي سي نجحت كقناه سعوديه جديده في الدراما ودخولها على ام بي سي ولا ما استطاعت اس بي سي؟ لا والله ما هي يعني معلش يعني ما هي عندك القناه الاولى، ليش تروح تفتح لي سوري في الكلمه؟ يعني عندك قناه ومؤسسه وفيها برامج وفيها اخبار وفيها وفيها وفيها. بالعكس شوف الذكريات هذه اللي طلعت لا ميزانيه ورجعت الاعمال الجديده. اتحداك انه 90% من الشعب السعودي، نتكلم الشعب السعودي، انه ما يتابعون الا ذكريات، وانها ضربه ولا عندها كلها ماخذه من المكتبه حقتها، من المكتبه من 40 سنه مسلسلات ماخذين، الافلام ماخذين، المسابق كل شيء من مكتبتها ونجحت. نجحت والله العظيم انها سحبت يعني قناه انشت من لا شيء وبدون تكاليف وضع سحبت مشاهدين القنوات بدون ذكر اسماء القنوات، سحبت اغلب القنوات على اغلب الناس والله حتى غير سعودي اللي شفت تابع والله الذكريات ما يسمونها ذكريات والذكريات. ليش المنتج السعودي يروح دائم للقنوات السعوديه او القنوات يعني اللي لها علاقه مع السعوديه ويحاول يذب نفسه انكم امسك خذوا برنامجي خذوا مسلسلي؟ ليش ما يتوجه المنتج السعودي لغير القنوات السعوديه؟ المنتج السعودي؟ اي المنتج السعودي. ما يقدر لان في شبكه ماسكينها اربعه او سته منتجين عربيين او ثمانيه منتجين عربيين وهي بينهم ولا يدخلون اي كان. ما ودي الواحد يفتح اكثر من كذا. يعني هناك في لوبي مسيطر على كل القنوات ولا يدخل احد. هم اللي ينتجون، هم اللي يضبطون، هم الكرة من هنا على هنا على ولا تطلع منها. عبد المحسن النمر كيف ترى الممثل عبد المحسن النمر؟ كويس عبد المحسن ناجح. هل هو افضل ممثل سعودي حتى الان؟ في نظري يعني كاسم او ذا. شوف انا بقول لك شغله، على افضل ممثل كل الشباب فيهم خير وبركه عشان ما ننقص في احد. لكن في شخص والله لو يركز على نفسه، انا قلتها الناصر عبد الله، الرجل هذا لو يركز على نفسه ويعني يفضي نفسه للتمثيل ان يضرب ضربه غير طبيعيه اللي هو النجم، انا اعتبره نجم والله، محمد العيسى. محمد العيسى يا رجل كوميديان، ان جيت جوكر، تبي تراجيدي جوكر، تبي دور ضابط جوكر، دور محقق جوكر، تبي كوميديان وايام جوكر. يعني محمد العيسى ابو اميره ما شاء الله تبارك الله انسان توب. ترى مسلسل الممثلين السعوديين القدامى اضطهدوا في حقهم كم كخبره قديمه، اضطهدوا في العمل ما عاد لهم اي دور. والله هذا للاسف نعم كثير ممثلين ما ودنا نذكر، بيقول لك ليش ما ذكرت؟
اغلب الممثلين السعوديين من ناحيه الانتاج، من ناحيه يعني معليش يعني لو ينظرون المسؤولين الله يجزاهم خير، يعني انا طلع تصريح وزاره الاعلام وسعوده وزكاه ودخل وتامينات اجتماعيه وغرفه تجاريه اقعد اسدد لي في السنه مبلغ قدره، ولي الحين 30 سنه او 28 سنه ما انتجت، طيب ايش ذنبي انا؟ مع احترامي خلاص اعطيت فلان، اعطيت فرصه لفلان، المسلسل مثلا عندك 30 حلقه مثلا يا اخي عط خادم من قاع خمس حلقات، عط فلان خمس حلقات، عط خمس حلقات، احنا ما نبغى مكسب، احنا نبغى ايش؟ رد ايجار المكتب، نرد الخسائر اللي علينا. هذه حلوه لان ترى قد سواها التلفزيون السعودي قبل فتره، عمدوا ب 30 حلقه واعطوا فلان سته وذا خمسه وذا اربعه وذا، يعني صارت اللقمه للجميع وصار في زي التحدي انه من افضل خادم من قاع ولا فلان، انا ما اخذت طبعا منه بس اقول لك هذا شيء جميل برضه ترى حلو وانك تشوف تنويع ممثلين. طيب خلنا نسألك عن اليوم الشباب يتجهون للنتفليكس، الأفلام والملافلام تركوا الشاشة، هل هناك اتجاه خالد من قاع أول الممثلين السعوديين للنتفليكس، خاصة هناك فيلم جديد اسمه فيلم وسواس وساوس لعبد المحسن النمر، ايش نزل بينزل الفيلم على نتفليكس، هل تتجهون نتفليكس في الأيام القادمة؟ والله ليش ولا لا؟ الأفلام؟ بالعكس والله ليش لا؟ إذا هذا ليش لا؟ والله بالعكس شرفنا والله. وش سالفة الفيلم اللي أنت قاعد تنتجه؟ عندك فيلم سينمائي؟ عندي فيلم اسمه الحياة امرأة وجهزنا الممثلين، بس إيش المشكلة؟ كانت تعرف الدنيا كلهم يعني بديت أنا مع بداية المسلسلات، مسلسل هنا، مسلسل في أبو ظبي، مسلسل في دبي، مسلسل في القصيم، فكل الممثلين يعني مثلا يفضى لي تركي اليوسف مروة محمد ما تفضى، يفضى لي مروة محمد عبد العزيز كريم ما هو فاضي، تفضى مدري مريم الغامدي ما عرفت؟ بعدين دخلنا جائحة الكورونا الله يبعدنا وإياكم كل مسلم، فأخرته لبعد ما يشوف الوضع. طيب خلنا نسألك أبو أحمد بداية عن كيف ترى المخرج السعودي؟ ناجح. الكومبارس يتحول إلى ممثل ولا ما يتحول؟ يتحول، وبالدليل عادل إمام كان كومبارس عند يوسف شعبان. هل المسرح السعودي لا زال يستطيع أن يكون له كلمة قوية ولا؟ طبعا شوف إذا إذا لقينا نص جيد ومخرج جيد وفكينا من الشلالية فنحن ناجحين. الشباب السعوديين الجدد اللي داخلين مجال التمثيل هل بينجحون ولا لم ينجحون؟ بينجحون بقوة إذا أعطوا فرصة. يعطيك العافية أبو أحمد فنان خالد من قاع، كنت معنا من خلال منصة الرياض اليوم، سعدنا بوجودك، يعطيك العافية. كلمة أخيرة سريعة كذا ايش تقول فيها؟ الله يسعدكم يعطيكم العافية، وكم أنت جميل ورائع وأسئلتك رائعة، ويعطيكم العافية وسعيد بهالشباب السعوديين الرائعين والله يعطيهم العافية كلهم. كم أنتك معك؟ أي جاهزة، أي والله جاهزة. مخالفة الفريق بسرعة ترى العشرة تدفعون أنتم. يعطيكم العافية مشاهدينا الكرام، كان معنا الفنان خالد من قاع في هذا اللقاء الجميل من خلال برنامجنا حوارات من منصة الرياض اليوم، نلتقي بإذن الله برنامج قادم، كونوا معنا، سعدنا بوجودكم بشكل مشاهدتكم لنا، يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.